انا نقول لكم من هنا لاكتوبر كملت المهمه ديالي، داكشي باش وعدتكم غتكون كملتو ان شاء الله في اكتوبر الجاي. سالينا الاصلاحات اللازمه اللي ترتات كلها الحمد لله، من المشكل الاساتذه من 97، من داكشي اللي وعدناكم في المطاعم، اللي وعدناكم في الطاقه الاستيعابيه، اللي وعدناكم في مجال البيداغوجي، غادي يكون جاهز من هنا لاكتوبر الجاي ان شاء الله. ولكن ماشي حلينا المشاكل كلها، لا، تنتكلموا على البرنامج. المشاكل ازداد عدد الطلبه، كان 450,000، الان ولا 615,000، والحمد لله ما تزالش الاكتظاظ، ما تزالش الضغط على الاساتذه. غير بعد باش نسيروا هذه الاشكاليات مجهود كبير قدموه المغاربه، ما تنتكلمش على نفسي، لان هذا المال العام مجهود كبير، وعدد ديال التخصصات ازداد بين 15 و20% في المهن ديال الاجازه الممهننه والماستر الممهن، وشكرا.